أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مواقع الاحتلال بثلاث مسيرات هجومية وقصف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العاصي المواجه لبلدة ميس الجبل اللبنانية بالصواريخ الموجهة. كما استهدف مجاهدو المقاومة ظهر اليوم تجمعين لقوات الاحتلال، الأول بين حدب البستان وبركة ريشة والثاني في حرش الظهيرة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيهما إصابات مباشرة. وأعلنت المقاومة استهداف موقع راميم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات أيضا مباشرة.